لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. أهلا بك كريم. إذن اليوم تعقد جلسات المحور الاقتصادي، لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار أيضا، والكثير من الطرح اليوم. ما التفاصيل لديك؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. اليوم هو المحور الاقتصادي في الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، يعني أهم ما جاء في الجلستين الأولتين في هذا اليوم، سواء كانت الجلسة الخاصة بالصناعة أو الجلسة الخاصة بالاستثمار المباشر الخاص، سواء كان أجنبي أو محلي. إذا تحدثنا عن جلسة الصناعة نتحدث عن أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني بشكل عام. من الأفكار التي طرحت في هذه الجلسة هي فكرة تحديد نمط للدولة المصرية، سواء كان نمط صناعي زراعي أو أيا كان النمط الذي ستأخذه الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري. كانت هذه النقطة الأولى، تحديد نمط، هذه فكرة كانت مطروحة. الفكرة الأخرى أيضا كانت بتوطين الصناعة وأهمية الاعتماد على الصناعة الوطنية مما يساعد على تقليل فاتورة الاستيراد وأيضا زيادة الصادرات المصرية، مما يحقق هذه المعادلة بين الاستيراد والتصدير ويقلل من الضغط على العملة الصعبة. وهذه هي نقطة هامة فيما يتعلق بالاستثمار. إذا نقطة الاستثمار أو الجلسة الخاصة بالاستثمار جاءت فيما يتعلق ب كيفية جذب الاستثمار الأجنبي للأراضي المصرية، وتم ربط جذب الاستثمار الأجنبي للأراضي المصرية بالاستثمار المحلي. أن إذا كان الاستثمار المحلي ناجح وله مؤشرات نجاح فهو يعتبر بيئة خصبة وبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي. هذا بجانب أيضا العمل على المجالس التصديرية المختلفة وهيئة الاستثمار وطرح القوانين والتشريعات الخاصة بتملك الأراضي وتخصيص الأراضي للمستثمرين والتسهيلات المختلفة. وكان هناك إشادة بالطبع بالمجلس الأعلى للاستثمار الذي حدد بعض القوانين و22 قرار تم اتخاذهم بالفعل عن طريق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي. تم الإشادة بهذه القوانين، ولكن كان هناك حديث عن الآليات التي من الواجب تنفيذها لتنفيذ هذه القرارات وتسهيل تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، مما يسهل أيضا عملية جذب الاستثمار وزيادة فرص الصناعة في مختلف المجالات. إذا تم تحديد نمط كما ذكرنا صناعي أو زراعي كان هناك ترابط بين الجلستين اليوم، وانتهت بالفعل الجلستين الأولتين، وسننتظر الجلسة الثانية سواء كانت خاصة بالصناعة أو الأخرى الخاصة بالاستثمار الخاص الأجنبي والمحلي التي بدأت بالفعل منذ قليل وتنتهي تقريبا في تمام الساعة السادسة. نعم، سنتابع معك التفاصيل على مدار خدماتنا الإخبارية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس.